بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فلقد بعث الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق. فالهدى هو العلم النافع، ودين الحق هو العمل الصالح. بعثه الله تعالى فأخرج الناس ببعثته من الظلمات إلى النور، من عبادة الأوثان إلى عبادة الرحمن، وأبدلهم بهذا النبي الكريم، أبدلهم بالشرك توحيدا، وبالظلم عدلا، وبالغلظة والوحشية إلفة ومودة. وكان من أعظم الآيات التي أوتيها النبي صلى الله عليه وسلم هي هذا القرآن العظيم، فلقد أنزله الله تعالى على قلبه ليكون من المنذرين بلسان عربي مبين، كما قال عز وجل: وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وكان أعظم آية أوتيها هو هذا القرآن. قال الله عز وجل: أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. وقد حث الله تعالى في كتابه، ورغب رسوله صلى الله عليه وسلم في خطابه على تلاوة كتاب الله. والتلاوة التي أمر الله تعالى بها في الكتاب ورغب فيها رسوله صلى الله عليه وسلم في الخطاب ثلاثة أنواع: تلاوة لفظية، وتلاوة معنوية، وتلاوة عملية. فأما التلاوة اللفظية فهي أن يقرأ الإنسان القرآن لفظا، سواء قرأه من المصحف أو عن ظهر قلب، وفيها ثواب عظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله بكل حرف حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. والنوع الثاني من التلاوة، التلاوة المعنوية، وهي تدبر القرآن وتعقله. والتدبر والتعقل لا يمكن أن يكون على الوجه المطلوب إلا بعد الفهم. ولهذا كان لزاما على من أراد أن يتدبر القرآن أن يفهم معناه، لأن الله تعالى أنزل هذا القرآن للتدبر والتعقل، فقال: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال: أفلا يتدبرون القرآن. النوع الثالث من أنواع التلاوة، التلاوة العملية، وهي الثمرة والغاية والنتيجة، وهي العمل بالقرآن. ولهذا قال ابن مسعود رضي الله عنه: إذا سمعت الله يقول: يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، فإما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه. فإذا سمعت الله يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، فكن صادقا مع الله تعالى بعبادته والإخلاص له، كن صادقا مع الرسول صلى الله عليه وسلم باتباعه، كن صادقا مع الناس بحسن المعاملة وحسن الخلق إلى غير ذلك. وإن من أعظم السور في القرآن سورة الفاتحة، سورة الفاتحة، فهي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيه النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا ينبغي للمسلم أن يعرف معناها، لأنه يكررها في كل يوم على أقل الأحوال 17 مرة. هذه الفاتحة سميت سورة الفاتحة لأن القرآن يفتتح بها خطاً، والصلاة تفتتح بها نطقا، ولها أسماء، منها سورة الفاتحة
ومنها أم الكتاب ومنها أم القرآن إلى غير ذلك، ومنها أم القرآن لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وفي رواية بأم القرآن. هذه السورة افتتحها الله تعالى بقوله: بسم الله الرحمن الرحيم. والبسملة آية من كتاب الله تعالى في سورة النمل: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، وليست من الفاتحة، بل تفتتح بها جميع سور القرآن سوى سورة براءة، لأنها لم تنزل معها. ولكنها أعني البسملة ليست من الفاتحة، ويدل على أنها ليست من الفاتحة ما ثبت في الحديث الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين، قال الله: حمدني عبدي. وإذا قال: الرحمن الرحيم، قال: أثنى علي عبدي. الحديث ولم يقل إذا قال: بسم الله الرحمن الرحيم. وهذا يدل على أن البسملة ليست من الفاتحة. والبسملة بسم الله الرحمن الرحيم، الباء حرف جر وجار ومجرور، ولفظ الجلالة مضاف إليه. وقوله تبارك وتعالى: الحمد لله رب العالمين، هذه أول آية من آيات سورة الفاتحة: الحمد لله رب العالمين. والحمد هو وصف المحمود بالكمال حباً وتعظيماً، والله تعالى يوصف بالكمال لكمال صفات، يوصف بالحمد، والله تعالى يوصف بالحمد لكمال صفاته ولجزيل هباته، فله الصفات العلى وله الإنعام والإفضال على عباده. وقوله الحمد لله، ال في الحمد للاستغراق، أي الحمد الكامل مختص بالله عز وجل. وقوله لله، هذا أعني لفظ الجلالة لله، أصله الله، أصل الله الإله، ولكن حذفت الهمزة تخفيفا، والإله هو المعبود حبا وتعظيما، لأن بالحب يكون الطلب وبالتعظيم يكون الهرب. فأنت لحبك لله عز وجل تقبل على طاعته وعلى الأعمال الصالحة، ولخوفك منه سبحانه وتعالى ومن عقابه تهرب من ما يسخطه من المعاصي والسيئات. وقوله الحمد لله رب العالمين، الرب هو الخالق الرازق المالك المدبر، فلا خالق إلا الله، ولا رازق إلا الله، ولا مالك إلا الله، ولا مدبر إلا الله عز وجل. والعالمون في قوله رب العالمين، العالمون كل من سوى الله، فكل من سوى الله فإنه عالم، سمي بذلك لأنه عالم على خالقه، يعني علامة ودليل على خالقه. ثم قال عز وجل: الرحمن الرحيم. الرحمن اسم من أسماء الله عز وجل على وزن فعلان، وهذه الصيغة تدل على السعة والامتلاء. ومعنى الرحمن أي ذو الرحمة الواسعة، لأن رحمة الله عز وجل وسعت كل شيء، كما قال عز وجل: ورحمتي وسعت كل شيء. والرحيم فعيل، وهو ذو الرحمة الواصلة، هذا هو الفرق بين الرحمن وبين الرحيم، فالرحمن ذو الرحمة الواسعة، والرحيم ذو الرحمة الواصلة، أي الموصل رحمته إلى من شاء من عباده. ثم قال: مالك يوم الدين.
وفي قراءة مالك يوم الدين، لأنه سبحانه وتعالى ملك ومالك، لأن في الدنيا قد يكون الإنسان ملكا ولكنه ليس مالكا لأن التصرف لغيره، وقد يكون مالكا له التصرف ولكن ليس ملكا، ولهذا جاءت القراءة الثانية مالك يوم الدين، والقراءة المعروفة في المصحف مالك يوم الدين، فهو سبحانه وتعالى ملك مالك، قد تم ملكه على كل شيء، فهو مالك لكل شيء، لله ملك السماوات والأرض، وله ملك السماوات والأرض وما بينهما، فكل شيء فهو ملك لله عز وجل. وقوله مالك يوم الدين، المراد بيوم الدين هنا يوم الجزاء والحساب، لأن كلمة الدين ترد في القرآن على معنيين: المعنى الأول الدين بمعنى الجزاء والحساب، ومنه هذه الآية مالك يوم الدين، والثاني الدين بمعنى الشرعة وما يدين الإنسان به لله تعالى، ومنه قول الله تبارك وتعالى لكم دينكم ولي دين، يعني لكم ما تدينون الله به ولي ما أدين الله تعالى به. فهو سبحانه وتعالى مالك يوم الدين، يعني يوم الجزاء والحساب. ثم قال عز وجل إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد أي لا نعبد إلا إياك، لأن تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر. وقوله نعبد، العبادة ما هي العبادة؟ العبادة تطلق على أمرين: الأمر الأول تطلق على التعبد الذي هو فعل العابد، ومعناها التذلل لله عز وجل حبا وتعظيما، لأن بالحب يكون الطلب وبالتعظيم يكون الهرب. والمعنى الثاني من معاني أو مما تطلق عليه العبادة المتعبد به، وقد فسرها أو عرفها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بأنها اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، فالصلاة والصيام والحج كل هذا يسمى عبادة. إذن العبادة تطلق على المتعبد به وتطلق على فعل العابد. فأنت مثلا إذا أردت أن تصلي صلاة، صلاة العشاء أو صلاة المغرب، هذه الصلاة عبادة، فعلك إياها من قيام وقعود وركوع وسجود هذا أيضا عبادة، فيطلق تطلق العبادة على فعل العابد وهو التذلل والخضوع، وتطلق على المتعبد به. إياك نعبد وإياك نستعين، والمراد بقول إياك نعبد العبودية هنا عبودية خاصة، لأن الناس بالنسبة لعبودية الله تعالى على أقسام ثلاثة: القسم الأول العبودية العامة التي تشمل جميع الخلق من مسلم وكافر وبر وفاجر، قال الله تعالى إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، وقال تعالى ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والشجر والجبال والدواب وكثير من الناس، فمعنى يسجد أي يخضع، فجميع الخلق خاضعون لحكم الله القدر الكون لا يخرج عنه أحد. النوع الثاني من العبودية العبودية الخاصة، وهي لمن آمن بالله عز وجل واتبع رسله، ومنه قول الله تعالى وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، فالمراد بالعبودية هنا العبودية الخاصة. والنوع الثالث من العبودية عبودية أخص، وهي عبودية الرسل
الكرام عليهم الصلاة والسلام. ولذلك كان أعظم وصف للرسول صلى الله عليه وسلم أنه عبد لله. ولهذا تجد أن الله تعالى يصف رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم بالعبودية في أعلى المقامات وأشرف المقامات، وفي مقام الدفاع عنه: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، في مقام الدفاع عنه: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا. لأن أعظم وصف للرسول عليه الصلاة والسلام هو أنه عبد لله. بل تجد في التشهد: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. لا نقول رسوله وعبده، وإنما نقول عبده ورسوله. لماذا؟ لأمرين. الأمر الأول أن وصف العبودية سابق على وصف الرسالة، فهو عليه الصلاة والسلام قبل أن يكون رسولاً كان عبداً. وثانياً أنه بتحقيق العبادة ارتقى إلى أن اصطفاه الله تعالى وجعله رسولاً. يقول: إياك نعبد وإياك نستعين، أي نطلب العون منك، ومن استعان بالله عز وجل أعانه الله، ومن لم يستعن بالله وكل إلى عجز ولم تستقم له الأمور. فلذلك كانت الاستعانة من أعظم الأعمال، أعمال القلوب التي تقرب إلى الله تعالى. ثم قال: إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا أي دلنا وأرشدنا ووفقنا. فهي شاملة لنوعي الهداية، لأن الهداية نوعان: هداية دلالة وإرشاد، وهذه يملكها كل أحد، فكل من دلك وأرشدك فقد هداك. ولهذا أثبتها الله تعالى للرسول صلى الله عليه وسلم، فقال عز وجل: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فمعنى تهدي أي تدل وترشد. والنوع الثاني من الهداية هداية التوفيق، وهذه بيد الله عز وجل. فليس كل من هدي هداية دلالة وإرشاد يهدى هداية توفيق. ولذلك لما عاد النبي صلى الله عليه وسلم عمه أبا طالب وهو في مرض موته، عاده ليعرض عليه دين الإسلام، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يحب أن يسلم عمه أبو طالب، نظراً لما قام به من الدفاع عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن مناصرته، ومن مؤازرة الرسول عليه الصلاة والسلام ومن معه من الصحابة. وأبو طالب يعلم يقيناً أن دين الرسول صلى الله عليه وسلم حق وصدق. ولهذا يقول ولهذا كان أبو طالب يقول في شعره: لقد علموا أن ابننا لا مكذب لدينا ولا يعنى بقول الأباطل. وقال: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لرأيتني سمحا بذاك مبينا. بل إنه قال للرسول عليه الصلاة والسلام: لولا أن يعيرني قومي لأقررت عينك بها، يعني بالدخول في الإسلام وشهادة التوحيد. لما مرض عمه أبو طالب عاده النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. وكان عنده رجلان من قريش، فقال له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد النبي صلى الله عليه وسلم عليه وقال: يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال له الرجلان: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ وانظر، ما لم يقولوا أترغب عن ملتنا، بل قالوا عن ملة عبد المطلب ليهيجوا حميته وعصبيته.
فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. وكان عليه الصلاة والسلام يتوقع أن الله تعالى ينهاه، فنهاه الله تعالى بقوله ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وجاء في رواية أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لما أنزل الله هذه الآية قال يا ربي إن إبراهيم استغفر لأبيه، فقال فأنزل الله بعدها وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم. لما عرض الرسول عليه الصلاة والسلام كلمة التوحيد والدخول في الإسلام على عمه ولكن لم يوفق لذلك، أنزل الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فالهداية بيد الله تعالى. ثم قال عز وجل اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا أي دلنا وأرشدنا ووفقنا. الصراط المستقيم، الصراط هو الطريق الواسع، سمي صراطا لأنه يبتلع سالكه. ثم وصفه الله عز وجل بقوله المستقيم أي الذي لا اعوجاج فيه، لأن الطريق الموصل إلى الله عز وجل طريق واضح، طريق بين ليس فيه اعوجاج، هو طريق الرسل، فمن اتبعه فإنه يكون قد سلك هذا الطريق المستقيم والمنهج القويم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، هذا بيان للصراط. ما هو هذا الصراط المستقيم؟ بين الله هو صراط الذين أنعمت عليهم. من هم؟ من الذين أنعم الله تعالى عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، لقوله تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. من النبيين، من النبيون؟ جمع نبي، والنبي هو الذي أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه. وأما الرسول فهو الذي أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه. هذا هو الفرق بين الرسول والنبي. فالرسول هو من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، وأما النبي فهو الذي أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه وإنما يتعبد بشريعة من سبقه. وجميع الأنبياء الذين ذكرهم الله تعالى في القرآن كلهم رسل، ليسوا أنبياء بمعنى أوحي إليهم ولم يؤمر بالتبليغ، بل هم أنبياء ورسل، يعني جمعوا بين وصفي النبوة والرسالة. والأنبياء الذين ذكرهم الله تعالى في القرآن 25 نبيا على خلاف في بعضهم. ذكر الله تعالى منهم 18 في سورة الأنعام وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين. هؤلاء 18، بقي 7. وقد ذكر هؤلاء الأنبياء الذين ذكرهم الله تعالى في القرآن، ذكرهم الناظم في قوله حتم على كل ذي التكليف معرفة بأنبياء على التفصيل قد ذكروا في تلك حجتنا منهم 8 من بعد 10 ويبقى 7 وهم إدريس هود شعيب صالح وكذا ذو الكفل آدم بالمختار قد ختموا.
في سورة الأنعام 18 يبقى سبعة وهم إدريس هود شعيب صالح وكذا ذو الكفل آدم بالمختار يعني النبي عليه الصلاة والسلام قد ختموا من النبيين والصديقين. الصديقون جمع صديق وهم الذين صدقوا بالحق وصدقوا الله تعالى بأقوالهم وأعمالهم. هؤلاء هم الصديقون الذين صدقوا بالحق الذي أنزله الله تعالى وصدقوا الله تعالى في أقوالهم وأعمالهم. والشهداء جمع شهيد، قيل إن الشهداء هم من قتل في ساحة المعركة في قتال لتكون كلمة الله هي العليا، وقيل هم العلماء. فالشهداء قال بعض العلماء إنهم هم من قتل في سبيل الله، وقيل هم العلماء. والصالحين جمع صالح، والصالح هو القائم بحقوق الله وحقوق عباده، فكل من قام بحقوق الله وحقوق عباده فهو صالح. قال سبحانه وتعالى صراط الذين أنعمت عليهم، هؤلاء الذين أنعم الله عز وجل عليهم هم النبيون والصديقون والشهداء والصالحون. غير صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم، يعني غير صراط المغضوب عليهم. ومن المغضوب عليهم؟ المغضوب عليهم هم من علموا الحق ولم يعملوا به. من علم الحق ولم يعمل به هؤلاء هم المغضوب عليهم. فيدخل فيهم اليهود لأنهم علموا الحق ولم يعملوا به، ويدخل فيه أيضا النصارى بعد بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم لأنهم علموا الحق ولم يعملوا به. ولا الضالين صراط الذين غير المغضوب عليهم، ولا الضالين جمع ضال، والضال هو التائه، الضال هو التائه، وهو الذي لم يعلم الحق. ومعلوم أنه إذا لم يعلم الحق لم يهتدي. والمراد بهم النصارى لأنهم جهلوا الحق. فبين الله عز وجل هنا أقسام الناس أو أصناف الناس أنهم ثلاثة أصناف. منهم القسم الأول من هداه الله تعالى علما وعملا، وهم الذين أنعم الله تعالى عليهم، فهداهم علما بأن عرفوا الحق، وهداهم عملا بأن وفقهم لسلوكه والاهتداء به. والقسم الثاني من علم الحق ولم يعمل به، وهؤلاء هم المغضوب عليهم، وهم اليهود والنصارى بعد بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم. والقسم الثالث الضالون، وهم الذين جهلوا الحق. قال عز وجل غير المغضوب عليهم ولا الضالين، ثم قال ثم تختم هذه الآية أو هذه السورة بقول آمين، وختمها بهذا آمين سنة وليس بواجب، وهي أيضا آمين ليست من الفاتحة، وإنما هي كالطابع على الفاتحة، ومعناها اللهم استجب. هذه السورة العظيمة سورة الفاتحة اشتملت على فوائد وحكم متعددة، منها أولا إثبات التوحيد بأنواعه الثلاثة. ففي قول الله عز وجل الحمد لله فيه إثبات توحيد الألوهية أو توحيد العبادة، وهو إفراد الله تعالى بالعبادة بأن يعبد دون ما سواه، فلا تصرف نوعا من أنواع العبادة لغير الله. فمن ذبح لغير الله أو استعان بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، أو نذر لغير الله، أو دعا لغير الله، لم يحقق توحيد الربوبية، توحيد الألوهية. وفي قوله سبحانه وتعالى رب العالمين توحيد الربوبية، إثبات توحيد الربوبية، وهو إفراد الله تعالى بالملك والخلق والرزق والتدبير. فلا خالق إلا الله، ولا رازق إلا الله، ولا مالك إلا الله،
ولا مدبر إلا الله، وفي قوله الحمد، وفي قوله الرحمن الرحيم إثبات توحيد الأسماء والصفات. وتوحيد الأسماء والصفات هو إثبات ما أثبته الله تعالى لنفسه في كتابه، أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم في خطابه مما صح عنه من الأسماء والصفات، من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. فكل ما أثبته الله لنفسه فإننا نثبته له. أثبت لنفسه أنه استوى على العرش، الرحمن على العرش استوى، فنثبت له الاستواء من غير تحريف، ما نحرف الاستواء ونقول استوى أي استولى، ولا نكيف الاستواء نقول استواءه على الصفة الفلانية، ومن غير تعطيل ولا تمثيل، فلا نعطل ولا نمثل. هذه هي القاعدة في إثبات أسماء الله تعالى وصفاته، أن ما أثبته الله تعالى لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته من الأسماء والصفات نثبته كما هو من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. وقد انقسم الناس، أعني المنتسبين إلى القبلة، في أسماء الله تعالى وصفاته إلى أربعة أقسام. منهم والعياذ بالله من نفى الأسماء والصفات عن الله وقال ليس لله أسماء وليس لله صفات، وهؤلاء هم غلاة الجهمية، غلاة الجهمية، وقالوا إن الله تعالى ليس له أسماء وليس له صفات، بل هو ذات مجردة عن الأسماء والصفات. والقسم الثاني من أثبت الأسماء لله جميعا لكن جردها عن الصفات، فقال مثلا يثبت، فمثلا أثبت لله السمع فقال الله سميع لكن بدون سمع، بصير بدون بصر، قدير بدون قدرة. وهؤلاء هم المعتزلة، يثبتون الأسماء لكن لا يثبتون ما دلت عليه الأسماء من الصفات. القسم الثالث من أثبت الأسماء لله تعالى وبعض الصفات، بعض الصفات وهي سبع، وهم الأشاعرة، فأثبتوا أسماء الله وأثبتوا لله من الصفات سبع، وأثبتوا لله عز وجل سبع صفات فقط جمعت في قول الناظم له الحياة والكلام والبصر سمع إرادة وعلم واقتدر. قالوا لأن العقل دل عليها، العقل دل على إثبات هذه الصفة لله فنثبتها، ما سواها لم يدل العقل عليها فلا نثبتها. القسم الرابع أهل السنة والجماعة، جعلنا الله وإياكم منهم ومن أتباعهم، الذين أثبتوا لله تعالى الأسماء والصفات التي أثبتها الله تعالى لنفسه أو أثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. إذن هذه الآية الأولى والثانية فيها إثبات، فيها دلالة على أنواع التوحيد الثلاثة. ومنها أيضا من فوائد هذه السورة أن الله تعالى قسم الناس في هذه السورة إلى أقسام ثلاثة: من علم الحق وعمل به، ومن علم الحق ولم يعمل به، ومن جهل الحق. ونستفيد من ذلك أننا نسأل الله تعالى دائما الثبات، لا تغتر بما أنت عليه من الإيمان وما أنت عليه من الاستقامة، فالقلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن. ولذلك كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. والإنسان لا يزيغ عن دين الله عز وجل إلا بسبب منه هو بنفسه، كما قال عز وجل: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. فالزيغ والبعد عن دين الله
إنما يكون بسبب من الإنسان نفسه. أما الذي يستقيم على طاعة الله تعالى ويعتصم بالله وتكون صلته بالله قوية فإن الله تعالى لا يخذله ولا يضله. لكن مع ذلك على الإنسان دائما أن يسأل الله تعالى الثبات على دينه. والثبات على الدين له أسباب، من أعظمها الإيمان بالله، ومنها أيضا الإقبال على كتاب الله عز وجل تدبرا وعملا، فإن القرآن الكريم سبب للثبات على دين الله. ولهذا قال النبي، ولهذا قال الله عز وجل: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك. وقال عز وجل: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. فعلى الإنسان أن يحرص على كتاب الله تعالى تلاوة وتدبرا وعملا، وأن يكثر من الذكر، لأن ذكر الله تعالى أيضا سبب للثبات على الدين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا، يعني اذكروا الله لأجل أن تثبتوا. فهذه السورة بيّن الله تعالى فيها أقسام الناس على هذه الأقسام الثلاثة. فعلى الإنسان أن يحرص على طلب الاهتداء من الله تعالى، وأن يسأله الهداية، وأن يسأله الثبات على دينه، وأن لا يزيغ قلبه بعد إذ هدى. هذه السورة العظيمة يتعلق بها أحكام، من أحكامها أولا أنها ركن من أركان الصلاة، لا تصح الصلاة إلا بها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وقال: كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج، يعني فاسدة. ولهذا كانت قراءة الفاتحة ركنا من أركان الصلاة في حق كل مصل من إمام ومأموم ومنفرد. لكن لو فرض أن إنسانا لا يعرف الفاتحة كحديث عهد بإسلام، إنسان أسلم حديثا، قلنا اقرأ الفاتحة، قال: لا أعرف. فحينئذ نقول له: هل تحسن آية منها؟ الحمد لله رب العالمين، أو اهدنا الصراط المستقيم. لو قال مثلا: أعرف اهدنا الصراط المستقيم، نقول: كررها 7 مرات بقدر آيات الفاتحة. فإن قال: لا أعرف، سألناه: هل تعرف شيئا من القرآن؟ قال: أعرف قل هو الله أحد الله الصمد، نقول: كررها 7 مرات بقدر الفاتحة أو آية أخرى. فإذا قال: لا أعرف، فإننا نأمره بالذكر الوارد كما في حديث ابن أبي أوفى، وهو أن يقول: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. الذي لا يعرف الفاتحة يقول هذا الذكر: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. فإن كان لا يحسنه، سألنا: هل تحسن أي ذكر؟ قال: أحسن لا إله إلا الله، نقول: كررها 7 مرات. أو قال: أحسن سبحان الله، نقول: كررها. فإن لم يحسن شيئا فنقول: يجب أن تقف بقدر الفاتحة، ولا يقول: أكبر للإحرام ثم أركع، لأن القيام ركن مقصود في الصلاة. فتبين بهذا أن مراتب الفاتحة كم؟ 6 مراتب. المرتبة الأولى أن يقرأ الفاتحة، المرتبة الثانية فإن لم يحسنها قرأ آية منها بعددها، يعني 7 مرات. المرتبة الثالثة فإن لم يحسنها قرأ آية من القرآن بعدد آية الفاتحة 7 مرات. فإن لم يحسن، وهو الرابع، أتى بالذكر: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر
ولا حول ولا قوة إلا بالله. فإن لم يحسن ذكر الله تعالى بأي ذكر، فإن لم يحسن وقف بقدر الفاتحة ولا يسقط عنه القيام، يعني ما يقول ما دام أني لا أعرف الفاتحة أكبر وأركع، لأن القيام ركن مقصود في الصلاة، بل هو أعظم أركان الصلاة. ولهذا عبر الله تعالى به عن الصلاة فقال وقوموا لله قانتين. وهذه قاعدة مفيدة لطالب العلم، وهي أن الشارع إذا كنا عن العبادة ببعضها، معنى كنا يعني عبر عن العبادة ببعضها، فإن هذا يدل على أن هذا البعض ركن فيها أو واجب فيها. من أمثلة ذلك قول الله تعالى واركعوا مع الراكعين، لم يقل صلوا بل قال اركعوا، هذا يدل على أن الركوع ركن من أركان الصلاة. كذلك قوموا لله قانتين يدل على أن القيام ركن من أركان الصلاة. وقال عز وجل أيضا لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين. عبر عن النسك بقوله محلقين ومقصرين، مما يدل على أن الحلق والتقصير أنه واجب من واجبات النسك. إذن نقول متى كن الشارع عن العبادة ببعضها فإن هذا يدل على أن هذا البعض ركن فيها أو واجب فيها. ثانيا من الأحكام المتعلقة بهذه السورة أنها رقية، أنها رقية كما في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه حينما نزلوا على من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، جماعة من أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام نزلوا حيا من أحياء العرب، يعني على قوم من العرب، فطلبوا منهم أن يضيفوهم فأبوا، قال لا نضيفكم، فامتنعوا، فلودغ سيد القوم، سيدهم هؤلاء القوم الذين أبوا أن يضيفوا الصحابة، لودغ سيدهم. فلما لودغ قالوا للصحابة هل فيكم من راق، هل فيكم أحد يرقي؟ قالوا نعم لكن لا نرقيكم إلا بكذا وكذا. فرقوهم، رقوه سيدهم هذا بالفاتحة فكأنما نشط من عقال، فأخبروا النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، يعني أنهم نزلوا على حي من أحياء العرب وطلبوا منهم أن يضيفوهم فأبوا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اضربوا لي معكم بسهم، اضربوا لي معكم بسهم. وهذا دليل على جواز الاشتراط في الرقية، يعني أن الإنسان يرقي بعوض، لكن كلما كان الإنسان تاركا للعوض فهو أقرب إلى إخلاصه وإلى تأثير قراءته، يعني الذي يقرأ بدون عوض محتسبا في الغالب أن رقيته تؤثر أكثر بكثير من الذي لا يرقي إلا بدراهم، لأن الذي يرقي بدراهم تكون نيته مشوبة ليست خالصة لله عز وجل، ويرقي لأنك أعطيته عوضا، لو لم تعطه لم يقرأ، لكن الذي يرقيك أو يقرأ عليك احتسابا الغالب أنه أقرب إلى الغالب أن رقيته أنفع من غيره، لأنه أخلص إلى الله عز وجل من غيره. إذن سورة الفاتحة من السور التي يرقى بها، يعني ينفث بها في الرقية، سواء رقى الإنسان نفسه أم رقى غيره. ومنها أيضا آية الكرسي، ومنها قل هو الله أحد والمعوذات. والإنسان ينبغي له في الواقع أن لا يطلب الرقية من أحد، لأنك لن تجد أخلص لنفسك من نفسك، لن تجد أخلص من نفسك لنفسك. فإذا أصابك مرض أو نحوه فاجمع كفيك وانفث فيها سورة الفاتحة الحمد لله رب العالمين وآية الكرسي وقل هو الله أحد
والمعوذات والأذكار الواردة عن الرسول عليه الصلاة والسلام، وامسح بها ما استطعت من جسدك، فستجد لهذه الرقية ستجد لها تأثيرا عجيبا على قلبك وعلى ما أصابك من الداء، ولا سيما يعني من ابتلي بالوساوس، فإن من الناس من يبتلى ابتلاء من الله عز وجل بالوساوس فيتسلط عليه الشيطان. والوساوس أيها الإخوة لا تنحصر في شيء معين، قد يكون الإنسان عنده وساوس في الطهارة والنية والصلاة ونيتها، وقد يكون عنده وساوس في الطلاق وهذا أشد، فتجد أن حياته تنقلب نكدا، كلما خاطب شخصا قال في قلبه أنا قلت إن كلمت فلانا فزوجتي طالق، وكلما خرج من مكان قال أنا قد قلت في نفسي إن فعلت كذا فزوجتي طالق أو فعلي الظهار ونحوه مما يسول له الشيطان، وكل هذا من وساوس الشيطان. فإذا قال قائل ما هو علاج الوسواس؟ فالجواب أن الوسواس من الشيطان، وقد قال الله تعالى وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، فعليك أن تكثر من الاستعاذة بالله عز وجل من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إلى غير ذلك. ثانيا من أسباب من وسائل علاج الوساوس أن يكون الإنسان عنده قوة في عزيمته وإرادته بحيث لا يلتفت إلى هذه الوساوس، لأنك إذا كبرت وصليت قلت الله أكبر أتاك الشيطان وقال أنت لم تنوي، أنت لم تنوي، فإذا حققت النية قال أنت لم تنطق الله أكبر، الراء لم تتبين، أعد ثم يعيد ثم يعيد عليه الكرة، وهكذا ينفتح عليه الباب. إذا أراد أن يتوضأ قال أنت لم تنوي الوضوء، فإذا قال نويت قال أنت لم تتمضمض كما ينبغي، أو أخللت بالاستنشاق أو أخللت بغسل الوجه، فيدخل عليه هكذا أعد أعد حتى يبتليه بهذا الوساوس. فعلى الإنسان أن يكون عنده قوة في العزيمة والإرادة ولا يلتفت إطلاقا لهذه الوساوس. ثالثا من الأسباب أيضا أن يتلهى عنه، ولذلك سأل لما شكى رجل إلى الإمام أحمد رحمه الله ما يجده من الوساوس، قال له أله عنه، أله عنه بمعنى أنه لا يلتفت، لا يلتفت إلى مثل هالأمور هذه، ويرجع كل شيء للأصل، الأصل في الأشياء الطهارة، الأصل أن الإنسان لا يعمل عملا إلا بنية، ولهذا قال بعض العلماء لو كلفنا الله عملا بلا نية لكان من تكليفي ما لا يطاق. الآن لو أريد النزول قبل أن أنزل تكون عندي نية، هذه هي النية، ما يمكن لا يمكن لأحد أن يعمل عملا إلا وقد نواه. الذي يعمل عمل ويقول أنا لم أنوه أحد أمرين، إما مجنون، إما أنه مجنون أو أنه يعني في غير عقله، إما مغمى عليه أو نائم أو نحو ذلك، فلا يمكن لإنسان أن يعمل عملا إلا بنية، كل عمل. ولهذا قال بعض السلف لو كلفنا الله عملا بلا نية لكان من تكليف ما لا يطاق. والإنسان يعني في مسألة النية لا تحتاج إلى معالجة وإلى كلفة، ولذلك ذكر شيخنا رحمه الله عن بعض العلماء نقلها له أن رجلا أراد في قديم الزمان أراد أن يصلي في المسجد الحرام، وكان ممن يعني ابتلي بالوسواس، لما كبر الإمام إمام الحرم قال الله أكبر، قال هذا الرجل اللهم إني نويت أن أصلي صلاة الظهر خلف إمام المسجد الحرام، فلما أراد أن يكبر قال له الذي بجانبه انتظر بقي، قال ماذا بقي؟ قال بقي التاريخ، تكتب يوم الاثنين الموافق كذا وكذا، فعرف أنه على ضلال وأنه ليس على حق،
إذن النية أيها الإخوة لا تحتاج إلى كلفة ولا إلى معالجة. من العلاجات أيضا اللجوء إلى الله تعالى بالدعاء، وهذا من أعظم الأمور أن يلجأ من ابتلي بهذا إلى الله عز وجل بالدعاء، فيتضرع إليه ويسأله سبحانه وتعالى. والله تعالى لا يرد من دعاه ولا يخيب من رجاه، ولا سيما دعوة المضطر، لأن هذا المبتلى بالوساوس أيها الإخوة هو في الواقع مضطر. وقد قال الله تعالى أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. والإنسان متى عالج نفسه بهذه الطريق المذكورة من الاستعاذة وعدم الالتفات وقوة العزيمة والإرادة والدعاء، وأن يعلم أنه معذور أمام الله عز وجل، سيخف عنه. يعني لا يتصور أحد أن الوساوس ستذهب تلقائيا عن الإنسان، لا، الشيء يكون بالتدرج، فيجد أن هذه الوساوس تخف عنه شيئا فشيئا فشيئا حتى تضمحل وتزول. هذه السورة أيضا مما اشتملت عليه في قول الله تبارك وتعالى إياك نعبد وإياك نستعين، فيها طلب العبادة، فيها إخلاص العبادة لله عز وجل، لا نعبد إلا إياك. وإخلاص العبادة لله تعالى هو أحد شرطي قبول العبادة، لأن كل عبادة لا تكون مقبولة مرضية عند الله إلا بشرطين: الإخلاص لله، والثاني المتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، وقال تعالى في الحديث القدسي أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. ثانيا المتابعة، يعني أن يفعل العبادة كما فعلها الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. والمتابعة أيها الإخوة لا تتحقق إلا بأوصاف ستة: أن تكون العبادة موافقة للشرع في سببها وفي زمانها وفي مكانها وفي قدرها وفي هيئتها، لا بد أن توافق الشرع. أولاً أن تكون العبادة موافقة للشرع في سببها، فمن شرع سبباً لم يجعله الشارع سبباً فعبادته لا تصح. فمثلاً إنسان كلما دخل المسجد يستاك، يتسوك، كلما دخل المسجد يتسوك. قلنا له لماذا؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل بيته يبدأ بالسواك، فإن عائشة رضي الله عنها لما سئلت بأي شيء كان النبي عليه الصلاة والسلام يبدأ عند دخول بيته قالت كان يبدأ بالسواك. قال هذا فإذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام يبدأ دخول البيت بالسواك فبيت الله أولى. نقول الرسول عليه الصلاة والسلام يدخل المسجد كل يوم أقل الأحوال 5 مرات، لم ينقل أنه كان يستاك عند الدخول. السواك إنما يكون عند إرادة فعل الصلاة، أما لمجرد دخول المسجد فلا. إذن هو لم يوافق الشرع في سببها. ثانيا هذا الأول السبب. ثانيا الجنس، إنسان جاء وقت الأضحية وقال أنا ليس عندي ثمن الأضحية، ما عندي ما أشتري به شاة، لكن أستطيع أن أشتري دجاجة، اتقوا الله ما استطعتم، فهل يجزئ؟ الجواب لا يجزئ، لأنه خالف الشرع في ماذا؟ في الجنس. ثالثا في الزمان، في زمان العبادة، إنسان قال أنا أريد أن زمن الحج زحام، فأنا أريد في شعبان أو بعد رمضان أذهب وأقف بعرفة والمزدلفة ومنى وأرمي الجمار، فاضي ما في أحد، أخف
يجوز أو لا؟ لا يجوز، لأنه لم يوافق الشارع في الزمان. رابعا المكان، إنسان أراد أن يعتكف في بيته قال أنا أعتكف في بيتي، أتخذ مصلى في البيت وأجعله معتكفا، فلا يصح، لأنه لم يوافق الشرع في مكان العبادة، في مكان العبادة. ولهذا قال الله عز وجل ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد. خامسا أن يكون موافقا للشرع، أن يكون موافق للشرع في صفة العبادة وهيئتها. فلو أن شخصا أراد أن يصلي لكنه صار يسجد قبل أن يركع، فعبادته لا تصح لأنه لم يوافق الشرع في صفة العبادة وفي هيئتها. السادس أن يوافق الشرع أيضا في الكمية، كمية العبادة وعددها. فلو صلى الظهر ثلاثا والمغرب أربعا والفجر خمسا فعبادته لا تصح. لو طاف بالبيت ستة أشواط أو طاف بالبيت خمسة أشواط أو ثمانية أشواط فإنه لا يجوز، لأنه يكون حينئذ مخالفا للشرع فيما يتعلق بعدد العبادة. إذن العبادة أيها الإخوة لا تكون مقبولة مرضية عند الله إلا بهذين الشرطين. الشرط الأول الإخلاص لله تعالى بأن يفعل العبادة لوجه الله، والشرط الثاني المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا قال قائل هل الرياء إذا خالط العبادة أو طرأ على العبادة هل يفسدها أو لا؟ الجواب الرياء إذا خالط العبادة أو طرأ عليها لا يخلو من أربع حالات. الحال الأولى أن يكون الباعث على العمل هو الرياء، بأن قام يصلي رياء، لم يقم لله وإنما قام لأجل أن يراه الناس ويثنون عليه، فعبادته باطلة حابطة لا تقبل. قال الله عز وجل فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال لئن أشركت ليحبطن عملك ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وقال تعالى في الحديث القدسي من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. إذن إذا كان الباعث على العمل هو الرياء فالعبادة باطلة حابطة. الحال الثانية أن يكون الرياء طارئا على العبادة، بمعنى أنه قام يصلي لله ولكن في أثناء صلاته طرأ عليه الرياء، فما الحكم؟ نقول إن دافع هذا الرياء واستعاذ بالله عز وجل من الشيطان الرجيم لم يضره ذلك ولا ينقص من أجله. وأما إذا لم يدافع وإنما استرسل واستمر معه فهنا ينظر إن كانت العبادة مما ينبني أولها على آخرها وآخرها على أولها، بحيث لا يصح أولها مع فساد آخرها أو آخرها مع فساد أولها، فالعبادة باطلة كالصلاة. فلو أنه مثلا طرأ عليه الرياء في الصلاة واسترسل معه فالعبادة باطلة، أو طرأ عليه الرياء في آخر الصلاة فالعبادة باطلة لا تصح. وأما إذا كانت العبادة مما لا ينبني أولها على آخرها وآخرها على أولها فما قبل الرياء صحيح مقبول وما بعد الرياء فاسد مردود حابط. مثال ذلك إنسان معه درهمان أو ريالان، تصدق بالريال الأول مخلصا لله عز وجل فدفعه إلى فقير. لما تصدق بالريال الأول شاهده رجل قال ما شاء الله عليك أنت رجل صاحب خير، قال لا معي ريال ثاني أيضا أريك إياه أبعطي الفقير الثاني، فراء بالثاني، فالأول مقبول والثاني غير مقبول لأنه رأى فيه. هنا العبادة لا ينبني أولها على آخرها وآخرها على أولها. الحال الثالثة من أحوال الرياء أن يكون الرياء في أوصاف العبادة ليس في أصلها وإنما في وصفها، بأن قام يصلي لله
لكن لما أحس بداخل صار يحسن عبادته، يضع يده اليمنى على اليسرى على صدره، يتورك، يفعل سنن لم يكن يفعلها. فما الحكم؟ نقول يثاب على أصل العبادة، أما هذه الأوصاف التي رأى فيها فلا يثاب عليها. الحال الرابعة أن يكون الرياء بعد العبادة، بعد الفراغ منها. فالعبادة صحيحة من حيث براءة الذمة وسقوط الطلب، لكن الرياء قد يحبط ثوابها. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله. فالرياء بعد العبادة لا يمنع صحتها، صحيحة لأنها وقعت موقعها، برئت بها الذمة وسقط بها الطلب، لكنه قد يحبط ثوابها. كإنسان مثلا يقول يخبر صليت العشاء على وجه الرياء والسمعة، نقول هذا الكلام منك إذا كان رياء وسمعة قد يكون سببا في حبوط ثواب عملك الصالح. أسأل الله تعالى التوفيق والسلام.